أنا أعتقد هاي الأزمة حقيقة لا ناقة لنا فيها ولا جمل ككلدان سريان أشوريين وجميع المسيحيين في العراق. في الحقيقة أنا اسمح لي أن أتكلم بكل شفافية، لا سحب المرسوم من قبل رئيس الجمهورية بهذه الطريقة كان يفترض أن يصير، ولا زج الباتريارك بإرسال رسائل إلى الفاتيكان ومنع الفاتيكان من استقبال رئيس الجمهورية من قبل الفاتيكان بهذه الطريقة. أنا أعتقد احنا مشاكل هسه الكرد بس وضح لي والسنة بس كلهم. وضح لي يعني البطريرك بعث رسائل للفاتيكان بعدم استقبال رئيس الجمهورية؟ نعم واضحة. طيب انه قبل فترة رئيس الجمهورية راد يزور الفاتيكان ويلتقي مع البابا، ايادي خفية، اقولها بكل وضوح، ايادي خفية طيب عملت على إرسال هذه الرسائل إلى الفاتيكان والبغايات سياسية خطيرة جدا. وسحب المرسوم الجمهوري لصالح البطريرك يعني هو ثأر، عملية ثأر من قبل رئيس الجمهورية؟ شوف أحد الأسباب، هي أحد الأسباب للأسف الشديد، خلينا نكون واقعيين، إحنا في الشرق للأسف عندما نتولى موقع معين نعتقد أنه هذا الموقع ملكنا مو ملك الشعب، فبالتالي نعم بها جزئية معينة أنه فخامة رئيس الجمهورية انزعج من هذا الموضوع. ليش ما سمح له أن يستقبل؟ طيب يعني هو فاهم القضية كلها تمام، يعني أكو خفايا كردية موضوع بالداخل بالموضوع للعلم والإطلاع. لاحظ إحنا دا نتحمل، إحنا دا نتحمل تبعيات بعض السلوكيات الغير المتزنة. طيب استاذ جوزيف بس سؤال، بعض الانفعالات الذاتية، بس ارجوك منو